مرحبا بكم في قناة ليلى سهيلة. اليوم إن شاء الله جيت نشارك معكم طريقة جديدة طريقتي في تحضير الكسكسو. عندنا الكسكسو ديال الدجاج، عندنا هنا الدجاج، عندنا هنا الدجاج كروازي، عندي هنا مطيشة وحدة، بصلة، الزيت خلطة تما زيت المائدة وزيت الزيتون، عندي الحمص والعطرية، عندي السكنجبير، الكركم والملح. دابا غادي نصبو بعد الدجاج، نضيفو البصلة ومطيشة، العطرية كاملة، الزيت، والحمص ديالنا. صافي غادي نشعل البوطه باش تشحى، ونقفلو على الدجاج ونرويوها ونقفلو على الدجاج حتى يطيب مزيان، عاد نلوحو عليه الخضره. عاد نرجعو عندكم ونوريكم. ها هي حطيناها تشحر، ها هي كتشحر. صافي غادي تشحر مزيان ونرويوها ونرجع عندكم باش نلوحو الخضرة اللي عندنا. دابا غنرويوها، عندنا هنا الماء سخون، ودابا غادي نديرو صايب السميدة. أنا هنا عندي السميدة غليظة، هاهي عندي ليها الملحة، وعندي هي زيت المائدة. صافي تصيب وطلعك. انا ما كنديرش ليها الماء، الطريقه كتجيبيها زوينه، جربوها وردوا لي. غير بحال هكا نحطوها تفور. دابا غنجيبو كسكاس، غادي دابا غادي نردوها تفور ونرجعو عليكم ان شاء الله. تفور مزيان، خليها تفور مزيان، تفورلها شي نص ساعة بحال هكا، عاد كبي عليها الماء. هو دابا فور، نحيدو بعديها
المره الاولى خاص كثروا ليه الماء ما تخافوش تعيش. هاهي صافي وحد شوية هو خليه واحد شوية واحد ثلاثة دقائق ولا أربعة ورد في الكسكاس عاوتاني يتفور ونرجع ليكم إن شاء الله. دابا هنا غادي نعاودوه المرة الثانية غنديرو ليه توا شوية ديال الماء ونخليه واحد ثلاثة دقائق عشان نرد في الكسكاس يطيب. غادي اخذ تفورة ان شاء الله. صافي ها هي من بعد ما طاب الدجاج غنطيحو الخضرة ها هو طاب ها هو طاب نطيب دابا الخضرة كاملة ونسدو عليها نخليو غير القرعة الخضراء والقرعة الحمراء اللي ما نطيحوهاش ونطيحو الخيزو واللفت وهذا وردو هالطيب بعد ما طيب نرجعو عندكم ان شاء الله ساعة غنرجعو نطيحو القرعة الخضراء والقرعة الحمراء ومطيشة. صافي ها هي من بعد ما طابت الخضرة غنطيح القرعة الحمراء القرعة تاعي الخضراء عندي هنا معلقة ديال السمن وعندي حتى دامنت عندي هنا باش تجيك المرقة ملبية وتجيك خاطرة مطيشة محكوكة شويه ديال زيت العود من الفوق شويه ديال الكركم سكنجبير والبزار شوية الملح صافي غنسدو عليها دابا طيب ونرجعو ليكم ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال الكسكسو من بعد ما سقيناه كانت منا وصفتنا الاعجاب ديالكم وتجربوها وشكرا لكم للمتابعه والتشجيع ولقاء لكم في الوصفه القادمه ان شاء الله.